ما هي أهم التطبيقات التي يجب أن تكون في هواتفنا أثناء السفر؟ نتعرف عليها بهذا الفيديو من السوشيال ميديا. في 7 تطبيقات لازم يكون على موبايلك قبل ما تسافر. اول تطبيق للترجمه ترانسليت فويس، بيترجم لك 90 لغه عن طريق صوتك وبيدعم اللغه العربيه. تاني موقع سكاي سكانر، بيقارن لك اسعار كل شركات الطيران الموجوده للرحله اللي انت متجه ليها. تالت حاجه بوكينج، كلنا عارفين ان هو ده للفنادق. رابع تطبيق رينتال كاردز، زيه زي بوكينج بالظبط ولكن مختص بحجز العربيات من اي مكان في العالم. خامس تطبيق اير بي ان بي، تقدر تقول انه تطبيق سكني زي بوكينج كده، بس الفرق انه ارخص شويتين واجتماعي اكتر. تقدر تقعد مع عيله ومنها تقدر تعرف ثقافه البلد وعاداتهم وتقاليدهم. ده ممكن اصلا يبقى مجاني او يبقى عن طريق بعض الحاجات اللي بتقدمها لهم، زي انك تساعدهم في شغلهم او في بيتهم. سادس تطبيق شو اراوند، هتختار المدينه اللي عايز تروحها وهتلاقي عليه الخدمات اللي بيقدمها سكان المدينه نفسهم باسعار قليله جدا. سابع موقع تريب ادفايزر، بيسهلك البحث عن مراجعات وتقييمات المطاعم الموجوده والفنادق والانشطه السياحيه اللي انت محتاج تعرفها عن المكان. بعد كده تطبيق اكيو ويذر، التطبيق ده طبعا بيعرفك درجات الحراره في اي مكان قبل ما تروح، وده مهم جدا وكلنا بننساه. والتطبيق ده بالذات بيديك توقعات تقريبيه ل 60 يوم لقدام.